شنو؟ الكلبوسي. أهلا ساديو. أهلا ساديو. سجل كلامي تحت نمرية كلمني أخويا عامل بالعاني خلني نعاني. أهي وخياني. اسمي نساني مراهوش خلاني أهلا ساديو بكلام وكلامي. الو، عسلامة مدام. عسلامة. بالله نطلب فيك مدام على نومرو الفيكس نتاعكم نتاع البوتيك، ما هز حتى حد ولي طلبت النومرو هذا، ما عادش نفس النومرو ولا معنا نفس ال... اي مرحبا. عايشك. بالله عندي عمتي مشيت تاخذ ما عندكم في شوية حويج، كلمتني توا قالت لي راني ضعت في المريول ولا شنو. كيفاش سامحني؟ قالت لي راني ضعت في المريول. شنو ضعت في المريول هذا؟ معناها ضاعت في المريول، يظهر لي مدام قاسة مريول أكبر منها ضاعت في وسط المريول ما نجمتش تخرج. معناها كان ثم إمكانية نعطيك النومرو نتاع المريول إم هو. يا ولدي يزر أنا نخدمه يا ولدي، كيفاش ضاعت في المريول سامحني؟ ما نعرفش مدام، هي كلمتني من وسط المريول توا. شوف كان تلقى في البوتيك. توا هذا كلام توا. ضعش المريول علاش هي إبرة يا أخي مش في المريول. لا مش إبرة، مش إبرة، عمتي عمتي. يخي بلي بيا عمدك سامحني، كيفاش ضيع في المريول؟ شنو؟ قلت لك كيفاش ضيع في المريول سامحني؟ في إبرة هي تاع خياطة ضيع في المريول. هاي تكلم فيها من المريول لحظة. وي وي عمتي. شنو وي زادة؟ لا هاي تكلم فيها. فين إيتاج أنتي؟ لوطا. إبنت إيتاج شنو ودي يهديك ربي؟ لا بوتيك، ما بوتيك يا عمتي، بوتيك. وين تقيس على اليمين؟ دوب ما تدخل. يا ولدي شو ما نتقيس يا ولدي، فهمني ساعة كيفاش الحكاية ذي. دوب ما تدخل على الباب على اليمين شوف تلقى مريول يتحرك. اقعد هكاك. مريول يتحرك يا ولدي، هذيك ربي فاش تحكي تو انت، شنو الحكاية ذي؟ اقعد هكاك عمتي، اقعد هكاك. هم جايينك. وي مدام. يا ولدي شكون جايينك يا ولدي يهديك؟ هاني عمتي مدام، قلت لك ضاعت في المريول مدام، قاست مريول أكبر منها ضاعت في وسطه ما نجمش تخرج. لا حول الله يا ربي، تو هذي حكاية تحكيها لي. وي يا عمتي أنا نكلم فيها يا عمتي. يا ولدي أنا عمتك يا ولدي، تشبه يا اخي انت. وي يا عمتي ما تخافش يا عمتي، انا جايينك. شي ما تخافش زيد يا حبيبتي مدام. اه نعم. بالله يمشيوا لها يا مدام. يا ولدي وين مشيوا لها يا ولدي يا اخي؟ تحكي بجدك انت ولا تفادلك؟ يا عمتي مالو لي شلونو؟ ازرق ام ازرق مالو ازرق؟ لا اخضر مش ازرق، اخضر. انت غالط اخضر. لا ازرق ازرق مدام. لا اخضر اخضر، انت غالط بالك شي. يا عمتي قالت لي اخضر يا عمتي. يا تو هذه حكايه يا ربي. لا يا مدام يا اخي نخلي عمتي ضايعه في مريول يا ولدي انا عمتك يا ولدي، فاش تحكي يا ولدي؟ شنو هي المراه الكبيره ضايعه في مريول؟ قاست المريول. جدك انت ولا تفادلك؟ ما يمستنس مشينا معاها مدام، مشيت زرفت وحدها المره هذه، خرجت وحدها فهمت، كلمتني من التليفون. توا انت بجاه ربي تحكي بالرسمي، ضاع في مريول مراه كبيره ما شاء الله، ضاع في مريول علاش هي ابرة خياطه؟ لا مدام هي المريول اللي قاسته اكبر منها مدام، جد باش تخرج ما نجمتش. بالله ومعناتها وضيح مريول اذا حكي تحكي فيها يعني انت. ديجا كلمتني من وسط المريول يا مدام. بجاه رب. شوف مدام كان عندك بنيات يخدموا غادي يبعثها يشوفوا المريول الزرق. سمعت تويه بحري. ايه شنو نعمل مدام؟ انا تو نكلم الحمايه. اي كلم الحمايه وكلم الشرطه تنتيش نخرج كلنا وجولك لعمتك. ليه ضاعت في ما في البوتيك نتاعك يا مدام عمتي؟ يا سبحان الله وكهو. سبحان الله ريت سبحان الله، مشي واحد شاب يشيخذ مريول ضاع سبحان الله. ما تخافش يا عمتي. لا حول الله وكهو، ربي يجبر لك. امين يا رب العالمين. هاي مدام كيفاش تو؟ ربي يجبر لك، ربي يجبر لك. تيبر اسمك نورمال انت، ماكش علي جمله. يا عمتي. يا ولدي انا عمتك يا ولدي، تشبيه. لا نحكي مع عمتي لحظه باش يا عمتي. اي نحكي مع عمتي باش تعطيني اللوكاليزاسيون تاع المريول يا مدام. لوكاليزاسيون تاع المريول زيده. لا انت ربعت صاي. ربي يجبر لك ولا ربي يجبر لك. عايشك يا مدام. باهي مدام تنطلب الحمايه انا. هاي عايش. اطلب حتى الشرطه بسلامه. الو الو الو. وي من وين؟ سي كلبوسي. سي شنو؟ الكلبوسي. اهلا ساديو. اهلا ساديو. سجل كلامي تحت نمرية كلمني اخويا عامل بالعاني خلني نعاني. اهي وخياني. اسمي نساني مراهوش خلاني اهلا ساديو بكلام وكلامي.